انت عم تحكي انه رح تشاركوا تقريبا بمختلف الدوائر، ولكن في بعض الكلام السياسي اللي عم بيدور بس بالبلد. بس اعطوني مخلتين، انا عم بعطي احتمال من الاحتمالات. صدق. احنا عم نقول انه نحن لدينا الرغبه والقدره للمشاركه في مختلف الدوائر يلي فيها للحزب قاعده شعبيه وقوه بعد الدوائر، 5-6-7 دوائر. نعم. نحن منتشرين فيهم وموجودين فيهم، وفي الدوائر الاخرى لدينا اصوات ذهبيه، أصوات تحدد مصير مرشح ومرشحين آخرين. نعم. بكل بكذا دائرة. لذلك نحن عم نشوف وجودنا بهذه الدوائر أساسي وضروري لمواجهة بعض القوى اللي عم بتفكر بعدين موضوع التقسيم وافتعال حروب داخلية، وهذا الشيء يعني فيه له تفاصيل ومعلومات كتير. المستوى الثاني، نحن كمان إذا ما وجدنا أنه نحن هذا التمثيل ونقدر نوصل لتوافق واضح مع اللي نحن عم يعني إذا بدك عم ننسق نحن وياهم موضوع الانتخابات، نشعر به بعدل بتمثيل لمشاركتنا، كمان احتمال المقاطعة أو اتخاذ مواقف أخرى، كلها احتمالات موجودة. وهذا الشيء طبعا هو إذا بدك في رأي كبير عندنا بالحزب بيروح بهذا الاتجاه، لأنه قوميين دائما عم يشعروا أنه هن في مين بده ياخذ منه وما يعطيهم، عم بحاول البعض يعملون رافعة لبعض الحلفاء يمكن لكم. ما هي العلاقة برافعة؟ هي العلاقة أنه أنا عندي دور سياسي، لدي قوة معينة، طبعا لو قوتي أكبر من هيك كنت أنا بقدر شكل لوائح لحالي. نعم. نحن محتاجين نعمل لوائح مشتركة مع آخرين من فريق سياسي يعني نشبه بعضنا، او من طبعا مع كل يعني اذا بدك الاختلافات بالاشياء الاساسيه باداره البلد، بس اذا وجدنا ان هذا التوافق صعب وما بيامن عداله تمثيل لنا، نحن كعندنا كل الخيارات. طيب. رح احكيك من هالأسبوع دون هالاسبوع حاسم. نعم. هالاسبوع روان. طيب. هالاسبوع حاسم كثير، بتوضح كثير امور. طيب. رح احكيك من دون كفوف استاذ فراس. البعض يقول انه حزب الله، حليفكم حزب الله، عم بفرط بحلفائه لمصلحه الحليف الاكبر اللي هو التيار الوطني الحر، وانتم كحزب سوري قومي اجتماعي من ضمن هذه الاحزاب اللي عم تتاذى من هذا التحالف الكبير، وتحديدا في عنا مقعد النائب البير منصور، هذا المقعد أخذوا منكم وأخذوا التيار الوطني الحر، في مثلا بعكار أصواتكم رح تكون كرافعة لمرشحي التيار الوطني الحر. أول شيء نحن بعد نحسم تحالفنا مع التيار أو تشكيل لوائح مشتركة مع التيار، يعني بعد ما في نقاشات شيء دايرة بس ما انحسم التحالف. نعم. او حتى نحن ما بنسميه تحالف، هذا اسمه تشكيل لوائح، لانه تحالف له تحالف انتخابي حتى مش تحالف، هو تشكيل لائحه حتى. نعم. نحددها نكون دقيقين بالمعنى. نعم. لانه تيار محتاجنا ونحن محتاجينه كمان. نعم. او هو او غيره او قوه بهالوزن. طبعا بموضوع هالكلام عن حزب الله، نحن بالمره الماضيه ب 2018 نحن سلمنا للتيار بمقعد ببيروت، بترشيح بالشوف، بتحالف خاطئ جدا كان بالمتن الشمالي على حسابنا، بس هذا نحن كحزب سلمنا فيه، ومش قال حزب الله عملوا هيك. للاسف الاداره السابقه تنازلت عن هذه المناطق لحسابات خاصه فيها. نحن اليوم عم نقول شيء ثاني، المحل اللي بدنا نروح عليه اذا ما عندنا معركه وحظوظ بالربح على الاقل من 50% وطلوع، نحن ما بنشارك بهالمحل ولا بنروح نعطي اصواتنا ببلاش. نعطي ناخد ناخد نعطي، هيك الاساس. ليش؟ لانه الاخرين هيك عم يتعاملوا مع بعضهم، حتى نكون نحن شاعرين بالعداله كمان. اثنين، لانه نحن اصلا موجودين وعندنا قوه وعندنا دور ولدينا ما نقوله، مش انه والله هيك، لا نحن قوه موجوده. بموضوع بعلبك الهرمل تحديدا، نحن موضوع بعلبك الهرمل تم كان في مصلحه مباشره لحزب الله بين حزب الله والوزير بسيل، تبادل بين المقعد الكاثوليكي في البقاع. نعم. وبين مقعد جبال كسروان، يعني هذا مصلحه مباشره، ونحن هذا المقعد لحالنا ما فينا ناخده. يعني نحن من ضمن هاللائحه. اي مقعد بجبال كسروان؟ مقعد شيعي بجبال كسروان. اوكي. هذا كان تحالف بالمباشر. نحن اليوم اللي معروض علينا لنكون باللائحه هو المقعد الماروني، نحن كحزب ما عندنا ماروني كاثوليكي سني شيعي درزي، مش مهم. اي مقعد ماروني تحديدا؟ ببعلبك الهرمل. ببعلبك طبعا، وكمان حظوظه عاليه المقعد، ويعني طبعا مش بس لحال، نحن عم نحكي عن فول باكج، حتى نحن نكون عم نلعب دورنا بهالانتخابات كما نراه نحن وعادل بالنسبه لنا، بدنا نكون عم نحكي فول باكج مثل ما قلت لك، بمحلات يجب ان تكون مشاركتنا اساسيه لحضورنا ولوجودنا ولدورنا السياسي. نعم. ونحن عم نعطي وين ما كان. طيب، في دائره كثير محرجه لكم وتحديدا من بعد ترشيح فايز كرم، شو رح يكون تصرف الحزب السوري القومي بهذه الدائره تحديدا؟ ما عندنا احراج،
في اصوات قويه. اذا حدا اذا الوزير اذا وين راح تروح؟ عمل لك اذا اول شيء لم يعلن ترشيح فايز كرم رسميا من قبل التيار. نعم. اذا فايز كرم عم يحكي لحاله يصطفل. اثنين، نحن مش محرجين اذا كان فايز كرم على لوائح التيار. نحن ما فينا نكون مع التيار بكل لبنان، يعني مش بس بدائره الشمال، مرتبطه بكل الدوائر مش طبعاً. بس بدائره طبعا الشمال. اكيد هلا لهلا التيار ما اعلن ترشيح فايز كرم بالعلن. نعم. بس نحن وهذا شيء موقف واضح طلع بالاعلام وتم الابلاغ للوزير بسيل انه نحن اذا كان هالموضوع هيك نحن بحل من الـ من الـ من التحالف مع التيار الوطني الحر. لذلك حتى ننطر هالاسبوع حاسب نمضي على اساس هلا موضوع الكوره. نحن طبعا كان لنا قوه تاريخيه بالكوره وحضور تاريخي. اليوم النائب سليم سعادة اعلن ترشيحه، بس هو مش مرشح الحزب، هو مرشح يعني هو اعلن ترشيحه لحاله. قوميين لا، قوميين خيار انه هو الالتزام بالمؤسسه. وبقول لك شيء، الوزير الفرنجيه ما كان اخذه للنائب سليم سعادة معه على اللائحه لو سليم سعادة ربحان. الوزير الفرنجي محتاج هالاصوات دعم، ما في مشكله، بس عمل لك هذا الواقع. نحن الحزب عندنا مرشحين ولديهم حظوظ، ونحن هلا عم ندرس بعض كيف معقول الامور تتجه، ان كان بالعلاقه مع يعني هالاسبوع حاسم توضح اذا بدك شكل التحالف اللي ممكن ينشا بشمال يلي هو مرتبط ب بس استاذ فراس عن موضوع نائب سليم سعادة، لان البعض الاخر يقول انه حتى من دون اصوات القوميين اللي معترضين على سياسه ممكن انه يحصل على الحاصل ويوصل. لا بالارقام شو هذا حكي. يلا طبعا اللي عم بيقولوا له هيك عم بيورطوا للامين سليم، يعني مش عم بيكونوا صادقين معه لانه ما عنده حظوظ. واذا كان عنده حظوظ ما له مصلحه الوزير الفرنجي ياخذه معه، بيخسر الوزير مرشح الوزير الفرنجي باللائحه. طب انتم شو موقفكم بدائره الشمال يعني بموضوع الوزير الفرنجي؟ هلا مستبعد يمكن يكون في تحالف بين الوزير الفرنجي والتيار، انتم وين رح تكونوا؟ نحن كنا من الاساس عم نقول اذا هالفريق عم يشوف العنوان بالموضوع الوطني وبده يروح يصلح اخطاء الماضي لازم يكون متوحد مع بعض ويروح يواجه بصوره واحده. هلا مش مبين هيك وفي تمزق كبير بالفريق. نحن كان علاقتنا بالوزير الفرنجي هي علاقه جيده ومتينه من قبل على المستوى السياسي، وعلاقتنا بالتيار ما مقبوله، وكان في لجنه عم نعملها معهم لنقاش تفاصيل سياسيه كبيره. نعم. مع اختلافنا بكثير من الامور بكثير من العناوين، ولكن هلا بهالدائره هالاسبوع حاسم نحن الكل محتاج، يعني كلنا محتاجين بعضنا. نعم. بس بما خص تحديدا موضوع ترشيح النائب سليم سعادة كما قال هو على لائحه الوزير الفرنجيه، لا مصلحه لسليم سعادة بالترشح هناك، انما مصلحه للوزير الفرنجيه. ما في مشكله، بس لو اصلا كان الامين سليم ناجح ما كان على هذه اللائحه، فهو يؤمن نجاح الوزير الفرنجيه بس قد حجم الموضوع. طيب بموضوع حتى التحالفات اللي عم بتصير، يعني برايك انت قبل شوي هلا انت لا الحقك على كلامك انه عم تنتقد من يقول انه عن التقسيم ومن يعني عم ينشر طبعا فكره التقسيم. طيب موقفنا ضد المركزيه الماليه. طيب. وفري على حالك. لا ما بعرف هذا شيء ونواجهه. هذا شيء معروف. بس كمان اللي مش مفهوم انه من المنادين للتقسيم كمان التيار الوطني الحر، يعني كيف عم بيكون في هيدي الازدواجيه اللي مش مفهومه؟ صحيح. أول شيء التيار يحكي يدافعوا هني عن حالنا أو يعطوا رأيهم، بس بما خصنا نحن هذه العناوين، موضوع الترسيم، موضوع التقسيم، صندوق النقد الدولي، هاي العناوين نحن. نعم. بالنسبة لنا هي مصرية بننزل فيها على الطريق. نعم. يعني ما بنقعد ببيوتنا. بعتقد إنه التيار ما راح يكفي بهالخطاب، للأسف إنه أحيانا بيعملوا هالخطابات، أما بالنسبة لنا نحن مثل ما قلت لك اشتراكنا بلوائح، عم بحكي غير حزب الله، مع القوى الثانية لا يتعلق بأي تحالف سياسي، إنما هو عملية تشكيل لوائح انتخابية بالأرقام. نعم. أنت بالنسبة لك هذه، أنا عندي كثير كمان بقول لك أشياء أكثر عن موقفنا من التيار. كمان الوزير بسيل راح شارك ب وقت محاكمة الأمين حبيب الشرطوني، جلس بالصف الأول. طب نحن بالنسبة لنا الأمين حبيب الشرطوني هو شخص بطل، وهو عمل عمل وطني غير مجرى التاريخ منه. نعم. فنحن عم نجي نقول انه هالفريق يلتقي على مجموعه عناوين باليوم العلاقه بموضوع سلاح المقاومه. باليوم لما التيار ياخذ هالخيار بصير نقاش بمحل ثاني.